ثواني. نشوف فيها هذاك هو اللي قاعد يسد. يعني الفريق اكتمل حاليا، يعني الفريق كان في معسكر لمده اسبوع في تونس، اجرى بعض المباريات، بعض الرياضيين اليوم التحقوا. أنا الفريق معنا اصبح في جاهزيه تامه لمواجهه المنتخب الجزائري. اكيد يعني المنتخب الجزائري منتخب عريق ومنتخب عنده لاعبين كبار، اكيد يعني احنا جايين معنا ناويين لازم ان نظفر نتيجه كويسه، نطلعوا بنتيجه كويسه من مدينه قسطنطينه، باش ان شاء الله مباراه صفاقس نكونوا مستريحين ان شاء الله رب العالمين. يعني هيكون مقابل ديربي تنافس معنا مغاربي، هيكون مباراه معنا في القمه، حتكون في مستوى الفريقين ان شاء الله رب العالمين. والله في البدايه نحب نشكر الاخوه الجزائريين على حسن الاستقبال، طبعا وهذا مش بغريب على الاخوه الجزائريه، فيما سبق لعبنا في الجزائر ضد تونس وكانت الامور بصراحه الاستقبال جيد، واخوتنا الجزائريه طبعا احنا شعب واحد، وان شاء الله تكون مباراه جيده. احنا حضرنا تم الاستعداد، الفريق اكتمل امس، اغلب العناصر اكتملت، وان شاء الله تكون مباراه جيده من الطرفين باذن الله.